سمعت دكتورة ميسون، عايز اسمع تعليقك، خاصة انت لسه بتقولي ايه البنت مدانة ليه؟ لا انا ما بقولش ان البنت مدانة، انا بقول انه اول حاجة احنا عندنا مفهوم لازم نحدده علشان نعرف احنا ماشيين في اي اتجاه، من هو المتحرش؟ لازم انا احدد وفقا للقانون. انا دلوقتي لما اقوم، فانت شايفه ان هنا الولد لم يكن متحرش؟ لا انا مش شايفاه انه متحرش، انا ممكن اسميه اللي هو عمله هو نوع من انواع المضايقات، يا اما يتحط لي بند جديد في الماده او تعديل ماده جديده في الماده، اضافه للماده 306، وطبعا الاستاذ ميشيل هيتكلم في الناحيه القانونيه. يعني بتسمي ده مضايقات مش معاكسات؟ لا انا اسمي ده نوع من انواع المضايقه. وبعدين هو اعتذر، هو قال لي لما هو قالت له انت بتضايقني، قال لها طب انا اسف ومشي، فهو اعتذر. ازاي انا اسيب ده يعني اللي هو الشخص انا ما اعرفش اسمه ايه، محمود تقريبا، ان اعتبره متحرش، وبعدين اللي قبليه اللي كان اسمه محمد محبوب واتكلم معاها وصورته ونزلت الفيديو، وهو قال لها صراحة وتعالي واركبي معايا العربية واقعدي قدام وانا هقعد ورا، اني ما حصلش اي حاجة. ده اتنين فيديوز حضرتك انا بتكلم. ايوه انا عارف. لا يعني انت بتعتبري انه مجرد ان هو يقول لها كده ده ليس تحرش؟ لا هو ضايقها واخترق خصوصية مش من حقه، وما بعتبرش ان ده سلوك غير لائق بالنسبة لسنه وبالنسبة لمركزه. انا بالنسبة لي ده سلوك غير لائق بالنسبه للشاب، لكن هل اعتبره متحرش؟ حضرتك بتوصفيها من الناحيه القانونيه؟ لا انا ما وصفتهاش، انا وفقا للقانون لما انا قريت من هو. طب انت مع لا معلش انا اسفه، لا انا اسفه، انا بتكلم من هو المتحرش. إيه؟ انا علوم سلوكيه حضرتك. طب ما تخلي القانون لبتوع القانون. تمام مش قضيه، بس انا معلش القانون والثقافه والعلم ليست حجر على اي حد. طب لما نيجي نقطع حضرتك انا هديك الفرصه تكملي واقول لك ان ده تحرش شكلا وموضوعا بنسبه 100% بالقانون. يرد عليك خلينا موضوع يرد بس يرد بس هنا مجتمعيا كده. مجتمعيا انا اقول لك انت استاذ علاقات اسريه وانا علاقات انسانيه. لما لاحظت انك انت متعاطفه مع خلينا يعني ميزبين مع الشاب والبنت. انا مش متعاطفه مع الشاب ولا متعاطفه مع لا ما انت مجرد انك تقولي انا بالنسبه لي مضايقات. ايوه دي مضايقات او لا تندرج تحت التحرش اللفظي. طب ايه هو التحرش اللفظي؟ مش طيب. نتفق على هو ايه هو التحرش اللفظي؟ التحرش اللفظي كل ما يصدر بالقول او بالفعل في ينم على ايحاءات جنسيه. برضه بتتعرضي للقانون؟ انا ما بتعرضش للقانون والله، انا مش ما هو انت بتقولي نص ماده قانونيه مش عارفه اللازم. حاجه يا استاذه يعني ايه مش عارفه حاجه؟ بلاش تتكلمي في جزئيه القانون عشان انا مش هتكلم يعني في الجزئيه الخاصه بيك. مش عارفه حاجه اكمل جملتي في القانون. هو جزئيه القانون بتتكلمي غلط. يعني انا دلوقتي لما حد يسالني يعني ايه تحرش، ما هو انت لو صبرتي لغايه ما انا اقول لك ان ده قانوني او غير قانوني. يا جماعه عايزين يا جماعه لو سمحت عايزين نشوف كمان التحرش اللفظي، عرفوني حضرتك. حاضر. عايزين نشوف كمان الدكتوره مايا مرسي انها اعلنت النهارده تضامنها مع البنت. شوف ليه الاسباب اللي دفعت المجلس القومي للمراه يعمل ده. قولي لي بس طب هنا مشكله هنا دكتوره، يعني انت امراه واستاذه علاقات اسريه وزوجيه، فدايما البعض يقول لك ايه يعني لا البنت لا يجب ان يتعرض لها احد لا بالكلام، ده حتى بعض النظرات فيها ملاحقه يعني اللي مش النظرات العاديه يعني حد بيبص يعني، انما حد ممكن بيقف حتى في بعض الدول الاوروبيه يعني يتم يقول لك انت لو شفت حتى واحد مع واحده ما توقفش كده تبص لهم لان ده يعرضك حتى للمساءله القانونيه. صحيح. وهم عندهم حتى في سنة. هنا الدهشه انه حضرتك تبقى استاذه علاقات اسريه وزوجيه وامراه وتتعاطفي مع الرجل وتقولي دي مضايقات. لا انا بقول ايوه انا بالنسبه لي انا بقول وجهه نظري انا وهي غير ملزمه، انا مش بقول قران كريم، انا بقول وجهه نظري ان انا شايفه انا اصنفها وفق المضايقات والمعاكسات، لكن ما اقدرش اقول ان هذا الشاب متحرش لاني لا ينطبق عليه يعني أي مقبوله من وجهه متحرش. نظرك ولا لا؟ انا لسه ما كملتش كلامي. طيب كملي. طيب ماشي. مقبوله ولا غير مقبوله؟ اللي هي ايه؟ اللي هي التصرفات والمضايقات. انا قلت في البدايه حضرتك لو متابع انا قلت من الاول ان انا انه تصرف غير لائق. طب ما هو الغير لائق ده غير لائق يحاسب عليه ازاي؟ يحاسب عليه ازاي؟ اذا ما اعرفش بقى يحاسب عليه انسانيا ولا يحاسب عليه قانونيا؟ قانونيا انا ماليش دعوه بيه. المشرع افرض ليه قانون وقال ان ده غير لائق مجرم قانون. طيب خليني بقى طالما انت قلت كده